جميلة ورائعة على أرضية ميدان المرموم. انطلق بحفظ الله ورعايته قبل قليل عاشر أشواطي صباح هذا اليوم ليحمل لنا الأبكار لذاع المهجنات الأصائل التي تندفع باحثة عن الفوز والناموس. تحمل هذه الشعارات القادمة من ميادين الدولة ومن ميادين الخليج، تشارك وتندفع في المرموم في بداية هذا الموسم. نسير مع المركز الأول، تأتي بالمقدمة مريال على مقدمة هذا الشوط، منصور بن محمد بن ثاني بن قطامي السويدي على المركز الأول، بينما تليها في المركز الثاني تتقدم الطيارة على المركز الثاني سعيد أو حمدان بسعيد بن سالم العويسي يتقدم على المركز الثاني في هذه الانطلاقة وهذا الاندفاع. المركز الثالث، ثالث المراكز تأتي في هذه اللحظة وهذا الاندفاع، ذخيرة تتقدم، أحمد بن سعيد بن بروك الحميري يقدم ذخيرة على المركز الثالث. أما المركز الرابع صواب وحمود بن سعيد بن محمد الحارثي ياتي على المركز الرابع. المركز الخامس، خامس المراكز شقرة، سالم بن سعيد بن كاسب المسافري حلت في المركز الخامس. المركز السادس، هداد أحمد بن سعيد بن منانة يقدم هدادة ويقدم كذلك وضحى هذه، وأحمد بن سعيد محمد بن أحمد بن سعيد بن منانة يقدم هذه النوعيات، بينما المركز الثامن تدخلت في هذه اللحظات، تدخلت عوايد أحمد بن مطر بن مايد الخيالي. والمركز التاسع نشوف هناك في تاسع المراكز وهذه تواجدت في هذه اللحظات لحمدان بن محمد بن راشد بن غدير غيروان، هذه اللي انطلقت. والمركز العاشر من الجانب الآخر نجود ومحمد بن عبيد بالضبيع، هذه العشر المراكز الأولى المتقدمة في هذا الشوط، عشرة على عشرة. والشوط العاشر دائما يأتي مع هذه الانطلاقات المرموم وانطلاقاته وتحدياته. هذه العشر المراكز وهذه ذعتنا الأولى للعشر، عودتنا مرة ثانية للتنافس لتبادل المراكز. هذه اللي انطلقت على مقدمة الشوط، اللي قادت المركز الأول الطيارة طارت بالمقدمة، الطيارة اندفعت على المركز الأول، يقودها أحد شبابنا حمدان بن سعيد بن سالم بن حمد العويسي يأتي بالمقدمة وبالمركز الأول يتقدم على مقدمة الشوط على هذا المسار. المركز الثاني تتقدم في ثاني المراكز مليار، تأتي في المركز الثاني هناك في هذا الاندفاع في هذا الانطلاق. شوف الدخول في هذه الانطلاقة، شقرة سعيد أو سالم سعيد بن كاسب المسافري تتقدم في هذه اللحظات. المركز الثالث، وصلت عوايد وأحمد بن مطر بن مايد تتقدم على ثالث المراكز. أما المركز الرابع، ذخيرة في المركز الرابع، أحمد بن سعيد بن بروك الحميري يتقدم في هذه اللحظات. أيضا وصول في هذه اللحظة نوض تاتي، أحمد بن محمد بن مسفر بالقوبع المنصوري يقدم نوض. خلاص بروح مع المراكز الأولى الانطلاقات الأخيرة، الأمتار الأخيرة، 600 متر الإذاع في أشواط الإبداع، في أشواط الإمتاع في هذا الانطلاق الجميل. وشوف المركز الأول، شقرة
شقره سالم سعيد بن كاسب المسافري، ولكن عوايد عوايد بن مايد عوايد بن مايد على الفوز على الناموس. رجل الامتار الاخيره الفيلسوف احمد بن مطر بن مايد يتقدم، والمركز الثاني بن كاسب يحاول مع شقره، ولكن عوايد 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 على المقدمه. شقره تتحرك، بن مايد ولا بن كاسب؟ بن مايد ولا بن كاسب؟ الامتار الاخيره التحديات الاخيره، ولكن عوايد احمد بن مطر بن مايد. اهل ارماح يسعدكم بكل صباح في هذا الاندفاع. المركز الثاني شقره سالم سعيد بن كاسب المسافري، والمركز الثالث عجايب سعيد بن مطر بن محمد الرميثي. المركز الرابع من وصلت فيه ذخيرة لأحمد بن سعيد بن بروك الحميري. المركز الرابع وشعارك يا الواثق حمد بن راشد بن غدير على المركز الخامس. هذه النتيجة للخمس، من ثم بعد نتيجة الخمس بعد وصول خط النهاية، العودة مع مخرجنا في شاشة دبي ريسنج للتوقيت الزمني وفي الإعادة إفادة 6 دقائق 17 ثانية وسبع أجزاء من الثانية. تهانينا أحمد بن مطر بن مايد على فوز عوايد بالمركز الأول. المركز الثاني اللي قدمت أداء جميل كذلك، ما قصرت، منافسة جميلة ورائعة. 6 دقائق 17 ثانية 9 أجزاء من الثانية في هذا الانطلاق. هذه شقرة بن كاسب اللي حلت في المركز الثاني. المركز الثالث نشوف المركز الثالث وتوقيت الزمني مشاهدين العزاء. المركز الثالث 6 دقائق 24 ثانية و6 أجزاء من الثانية. تهانينا سعيد بن مطر الرميثي، تهانينا للجميع.